امام عدسه الكاميرا ونقولوا احنا عندنا وجود نسائي مؤدب. وهذا ما نلمسه بمراره، لان النساء ليس اقل كفاءه من الرجال، وليس اقل نضجا من الرجال، وليس اقل كفاءه، وليس اكثر كفاءه من الرجال. واقعيا اكثر كفاءه من الرجال، اكثر نزاهه بالاخر، اكثر نزاهه، ولكن اكثر كفاءه. اكثر كفاءه فاخر الندوه، فاخر الندوه الندوه كريم الشباب حضر. يعني في الوقت اللي واحد الواقع، واحد الوقت كاين فيه، إذا شفنا مثلا الثمانينات